أهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير. نلتقيكم في نافذة خاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وفيها عيدكم مبارك، فرحة بحلول عيد الفطر في أرجاء العالم الإسلامي، وخبراء التغذية يوصون بعيد صحي وآمن. ما الذي تحرص عليه في أول أيام عيد الفطر المبارك؟ وما أبرز عاداتكم في العيد؟ في انتظار تعليقاتكم وتبريكاتكم على صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام، فشاركونا. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا، وعيدكم مبارك. نلتقيكم في نافذة خاصة نستقبل فيها التهاني والتبريكات، نحتفل فيها معكم بأول أيام عيد الفطر، ونطرح تساؤلاتكم عن الاختصاصي التغذية لنتعرف منه إلى أبرز النصائح لقضاء عيد صحي مع الاستمتاع في نفس الوقت بعادات العيد الغذائية. دعونا في البداية نشاهد معا عينة من آراء الجمهور حول فرحة العيد قبل أن نبدأ النقاش. طبعا أول يوم دوت تبقى زروطة، يعني كمية كده لحوم بقى، مع تفهم أكلة بقى، واحد كده بيخش بيعوض بقى رمضان، يعني راح طالع من رمضان عدمان خالص، بس بعد كده بقى بيرجع لطبيعته زي الأيام العادية. لا مش فيش حاجة معينة يعني، بس أنت عارف بقى الحلويات والكنافة الحاجات دي كلها طبعا أنت فاهم يعني، العصاير كده الفترة. أول حاجة بس زي التسالي زي الحمص السوداني التيرمس، تمام. بالنسبه للكحك والبسكويت بس يعني بنسبه قليله جدا جدا، لان دلوقتي بقت فيه دخمه، تمام. غير كده ابتدينا بقى نرجع مثلا زي ما احنا مثلا من العاده ان احنا مثلا ناخد بلح الصبح، تمام، ما نكترش الفطار، تمام. نرجع بقى لاكلنا في رمضان، نقلل من الوجبات، وثلاث وجبات بس ان شاء الله. الوجبات ممكن مثلا البلح، بلح على لبن يعني، ممكن مثلا نواشف، الاكل اللي هو ما يبقاش تقيل على المعده. هي الاكلات الخفيفه اللي احنا متعودين عليها كل سنه، عشان المعده بتبقى كل سنه بتبقى طول شهر رمضان بتبقى فاضي وبتاع، فحاجات خفيفه. في ناس بقى بتخش على الفسيخ ومش عارف ايه الحاجات دي، الواحد ما بيقدرش يستحمل، طلع من رمضان بطنه يعني عايزه بقى ايه، اكلات خفيفه في الاول. ممكن غريبه، كحك، كحك ابيض، الحاجات دي يعني. نرحب بضيفينا في الاستوديو، الشيخ المبتهل محمد مكي إمام مسجد قطارة بالدوحة، والدكتور خالد المقدم اختصاصي التغذية وعلوم الأطعمة. وننوه مشاهدينا إلى أننا نفتح الخط لاستقبال تهانيكم وتبريكاتكم بالعيد عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة على صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالخير والصحة. ندخل في أجواء العيد مباشرة مع الشيخ محمد مكي، وماذا جهزت لنا كبداية في هذه الحلقة؟ دائما يعني عندما يقبل العيد نحيي أحبابنا وإخواننا وأصحابنا، فنقول إذا ما العيد قد أقبل وفات القلب ما يأمل، إذا ما العيد قد أقبل وفات القلب ما يأمل، رجوت الله لقياكم فأنتم عيدي الأول، إذا ما العيد وافاني وهز الشوق وجداني، إذا ما العيد وافاني وهز الشوق وجداني، تمنى القلب لقياكم فأنتم عيدي الثاني، تمنى القلب لقياكم فأنتم عيدي الثاني. الله، أدخلتنا في أجواء العيد فعلا شيخ محمد. دكتور خالد المقدم أكيد مستمتع بهذا الابتهال، ولكن يعني كثير منا في رمضان
بوظ الدنيا يعني كله زاد وزنه او الاغلب الى حد كبير زاد وزنه، فماذا يفعل بعد العيد ليعود الى نظامه الغذائي الطبيعي ويحاول ان يعني يعوض ما فاته؟ تمام، هو في البدايه بتقدم بخلص التحيه والمعايده لكل الامه الاسلاميه وكلنا رب سلام يكون في عم العالم الاسلامي. في البدايه فرحه العيد طبعا دايما في الاعياد والمناسبات الطعام بيكون جزء لا يتجزا من المناسبه الخاصه بالحلويات. بالظبط كده، بتكون الحلويات هو الفكره. لما في دراسه اتعملت على ليه الحلويات بتكون هي اهم جزء بيخلي الانسان يحس بسعاده، لو ان الجلوكوز هو بيكون مهم جدا لتنشيط المخ وتغيير المود عند الشخص، فدايما الحلويات هي اللي بتكون جزء من فرحه الانسان الداخليه وسعادة الإنسان، لأنها بتغير المود بتاع الشخص نفسه. حتى اللي بيعملوا ريجيم لازم أن يكونوا حريصين أنهم ما يمنعوش السويتس بشكل قاطع يعني في الأنظمة الغذائية بتاعته. بس بشكل عام هو في حاجة مهمة جدا، احنا لازم عشان نقدر نحدد بالظبط الفترة اللي هي بعد رمضان لازم يكون في تحديد سؤال نجاوب عليه مهم جدا. السؤال ده بيحدد إذا كان الشخص على أي نظام غذائي يمشي عليه بعد رمضان، هو أنا خرجت من رمضان وزني نازل ولا وزني زايد؟ فإذا كان الوزن زايد ففي هذه الحالة لازم بنفضل دايما نعمل حوالي من 3 ل 4 أيام ديتوكس دايت بعد يومين العيد، يعني مش من أول يوم العيد، لا بعد يومين العيد بناخد عادي أكل عادي اللي هو الحلويات وناخد بحيث نستمتع يعني، وبعد كده بعد اليومين بتوع العيد لازم نعمل 3 أيام أو 4 أيام ديتوكس دايت، خصوصا على أساس إن احنا نعمل تنشيط للميتابوليزم بتاعنا، لأن بيبقى الشخص بطالع الشخص اللي زايد وزنه في رمضان بيبقى نسبة الفري راديكالز الشقوق الحرة بتكون عالية في الدم. الشقوق الحرة العالية في الدم ده بتأهل الجسم لزيادة نسبة الكوليسترول وزيادة الدهون الثلاثية. الحلويات بتزود الدهون الثلاثية، الدهون اللي موجودة في اللحوم بتزود الكوليسترول في الدم. فبالتالي لازم احنا نكون حريصين دايما على ان لو الشخص طالع من رمضان وزنه زايد يكون حريص دايما على انه يعمل تفريغ للشقوق الحرة وتنشيط للكوليسترول بالابتعاد عن اللحوم اللي فيها نسبة دهون عالية، بالابتعاد عن المواد السكرية اللي فيها دهون والمعجنات. في ثلاث عناصر غذائية خطرة جدا لو أنا كان وزني زايد في رمضان واستمرت بعد رمضان في فترة العيد وما إلى ذلك استمرت عليهم. رقم واحد المعجنات في فترة الصباح، دي أخطر حاجة بالنسبة للأشخاص اللي وزنهم طالع من رمضان وزنه زايد. رقم اثنين دي من الحاجات المهمة جدا، العصائر المحلاة اللي فيها نسبة سكر على بعض الناس وخصوصا في بعض في فترة الأول أسبوع بعد رمضان بيكون عنده شهية عالية جدا لشرب عصائر، ولأنه بيكون يقول لك أنا ريقي ناشف أو ما إلى ذلك، فهو بيفكر أنه ما بيشرب العصائر ديت بيرتوي، لكن هو العصائر بتخليه جوع أكتر وبتخلي الشهية عنده تزيد أكتر، فهي دي أكبر خطأ. ورقم ثلاثة وديت من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بناخد الدهون اللي هي فيها نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة، زي مثلا هي مثلا ما كنا حكم اللحوم مثلا بيكون لحوم فيها نسبة دهون عالية ما هيش يعني، أو أكل مثلا كفتة فيها نسبة دهون عالية، في كفتة فيها نسبة دهون منخفضة، في كفتة نسبة الدهون عندها فيها عالية، ديت أخطر حاجة برضو لأنها بترفع الكوليسترول بشكل كبير. العصائر المحلاة بترفع الدهون الثلاثية، والاثنين دول بيكونوا خطرين جدا لأن بيأهلوا الجسم لتخزين الدهون بشكل شرس. عظيم. نعم. طيب خلينا ننتقل للشيخ محمد مكي. شيخ محمد، دكتور خالد يعني قال نقطة مهمة، هي مسألة يجب الاستمتاع بالعيد والاستمتاع بالعادات الغذائية والحلويات والسكريات، ومن بعد ذلك نبدأ تنظيم الأمور. في مسألة الاستمتاع والشعور بالفرحة طبعا يعني نحن نقدم بالتأكيد عزاءنا ونقدم يعني كل التعاطف والشعور بالمودة مع من تأثروا من أعمال العنف في أرجاء العالم العربي، المظلومين والجرحى والمتأثرين بكل ما يحدث، ولكن هل يمنع ذلك يعني الشعور بفرحة العيد والاستمتاع بالعيد، خاصة إن كان يعني هناك من لم يتأثروا بشكل مباشر؟ أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أحييكم وأحيي قناتكم قناة الجزيرة، وأحيي أهلي وإخواني يعني الذين يعني لم أرهم منذ فترة طويلة بسبب هذه الأمور وهذه الأعمال. أبدا بالنسبة ل يعني الفرحة على العكس
الله سبحانه وتعالى ندبنا للفرحة، وخاصة بعد خروجنا من طاعة وصيامنا وقيامنا، فقال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأيضا قال في سورة أخرى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والمسلم عندما يفرح يغتاظ إبليس، يغتاظ الشيطان بفرح هذا المؤمن، لأنه أدى الطاعة التي طلبت منه، صام، أمر بالصيام فصام، وأمر بالقيام أو ندب إلى القيام فقام، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. طبعا هنا نقطة معلش ولو يعني استطراد، لا تفضل. يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا، للأسف أجد عند يعني بعض الإخوة أو يعني نصف الشريحة المجتمع أنهم يعني دائما يبحثون عن المسجد الذي ينتهي قبل خمس دقائق. طيب أين الاحتساب في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب؟ يقول فلان المسجد فلان ينتهي قبل خمس دقائق، هذه طبعا. لذلك يعني لما ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم لقيام رمضان وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصيام فصمنا، فكان لزاما أن نفرح ونكبر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا لهذه. والتهنئة تهنئة في العيد تقبل الله منا ومنكم أبدا، يعني دليل على تقبل الطاعات تماما أبدا، فرحة بالطاعة أبدا. نعم نعم، هي دعاء لأن يتقبل الله منك. وكان أيضا كما ورد عن السلف الصالح أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى القول بعد رمضان ستة أشهر، حينما ينتهي رمضان يبقى العبد وجل من أن يقبل الله سبحانه وتعالى. حينما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، دائما هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله وأن يعني يبقيه إلى العام القادم حتى يصوم ويقوم هذا الشهر المبارك. يعني كل هذه الأحداث لا تمنع الفرحة بالعيد وإدخال البهجة على الأسرة وعلى الأطفال، ولكن كيف يعني نعبر عن أننا لم ننسى يعني إخوتنا في كل مكان ممن يتأثرون من هذه الأحداث؟ يعني لما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في آخر سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا في الإنفاق. وأيضا للفرح يعني خاصة في حال المسلمين الآن يعني في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي أغلب البلدان العربية والإسلامية، يعني يفرح، يعني هو يظهر الفرح لكن هو يشعر بداخله، وحينما يجلس مع أهله مع أسرته في مجالس خاصة دائما يبقى يذكر إخوانه وحالهم وكذا، ويكون أيضا كمان يترك شيء لأهله والإخوانه من مصروفه، لا يعني يجعل كل شيء للعيد وأنا فرح وأمرت بالفرح فأفرح. افرح لا شك مطلوب ومندوب إلى الفرح، لكن أذكر إخوانك وأهلك وكل إنسان، فلان أسرة أو الأسر كثيرة ما عندها شيء لتفرح به، فاجعل مما تفرح به نصيبا من هذا الفرح من مالك ومن دعائك ومن كلامك مع أهلك، أذكر إخوانك في هذا الأمر. هذا طيب مرحبا شيخ محمد، نذكرهم ونجعل لهم نصيب في هذه الحلقة بابتهال ولو يعني بسيط. هذه كلمات للشيخ الدكتور حفظه الله الشيخ عبد الحكيم الأنيس، أرسلها في العام الماضي، يقول فيها القلب فاض شعورا والشعر في النفس جلا، فجئت أبعث بين الأحباب هذا المقال، فجئت أبعث بين الأحباب هذا المقال، تقبل الله منا ومنكم الأعمال، وكل عام وأنتم في الناس أبهى جمالا، يعيد بالله أقصر من همنا ما تعالى، وعد علينا بعزم يعيدنا أبطال، يعيدنا أبطال، لنملأ الأرض حبا
وروعة وجمالا، ونسمع الناس لحنا عذب الشعور حلالا، يعيد عذب الشعور حلالا. نحن الذين لدينا دين تناهى كمالا، ما بالنا اليوم صرنا من أسوأ الناس حالا. يعيد بالله هل من عيد أجل مآلا، هل توبة هل رجوع هل نصلح الأفعال، يعيد هل نصلح الأفعال. القلب فاض شعورا والشعر في النفس جلا، فجئت أبعث بين الأحباب هذا المقال. الله يفتح عليك، جميل، بارك الله في صوتك. طبعا سنواصل معكم هذه الحلقة، نستمتع ونحتفل بالعيد بهذا الابتهال الراقي من الشيخ محمد مكي، وكذلك نستفيد عن العادات الغذائية فيما بعد رمضان وفي الفترة المقبلة، طبعا مع الدكتور خالد المقدم. ولكن نشاهد الآن آراء عدد من المواطنين حول برنامجهم الغذائي خلال أجازة العيد. نظرا للظروف اللي البلد عايشه فيها، اللي يشتري كحك بقى ويعمل كحك كتير ويصرف ويبذر في الكحك يخش النار على طول عقابا له، لانه تبذير وحش. الكحك والفطير والحاجات دي، احنا نحتفل احتفالات على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، وكل واحد على قد لحافك مدرك. مثلا الشائع قوي بين الناس الكحك والبسكويت، وده بيبقى في اي بيت مصري في العيد، اي حد بياكله. هو الكحك طبعا الناس بتاكل الاكل الكحك في العيد، اي حاجه حلوه في العيد كويسه مش وحشه. الفسيخ طبعا والرنجه اساس، شويه الكحك والبسكويت مع كوب اللبن الصبح، لان المعده لسه ما خدتش على الهر، فبناخد حاجات خفيفه عشان بس نمشي المعده بس مش اكتر. لو كترت في الكحك والبسكويت معدتي تتعب، يجيني تلبك معه. إذن نتعرف معكم الآن على تعليقات وآراء مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدر سليم. كل سنة طيبة بدر. أهلا فيك، تنعاد عليك وعلى الضيوف الكرام، أيضا عيد سعيد مشاهدينا. دعونا نستعرض التعليقات، وردتنا الكثير من التعليقات والتبريكات عن العادات المختلفة في أكثر من دولة عربية. دوحة يقول: في المغرب ليلة العيد تكون من أجمل الليالي، فبمجرد الخروج من صلاة العشاء يقضي معظم الرجال ليلتهم في السوق، يشترون الهدايا والحلوى أو يلتقون بالأصدقاء، أما النساء فاللائحة طويلة لا داع لذكرها، لأنه طبعا النساء عيدهم شغل بشغل. تعليق آخر: مايسترو الشمال يقول: بالنسبة لنا في ليبيا نطلع من صلي العيد، عادة ما تكون صلاة العيد لكل واحد في مسجد المنطقة، وبعدها نعيد على بعضنا في المسجد ونتبادل التهاني، وبعدها كل واحد بيرجع لبيتهم لكي يعيد على أهله ويكون الأهل مجتمعين. تعليق آخر: القرآن نور يقول: أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كبروا في بيوتكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مساجدكم وفي جميع أحوالكم، وعلموا أبناءكم، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق آخر من قاسم محمد يقول: في سوريا نضرب بالصواريخ في الصباح العيد، وفي الظهيرة براميل، وفي المساء قنابل فوسفورية، هذه أبرز عاداتنا منذ 6 سنوات، فهل تصدق عزيزي المتابع أم لا؟ طبعا كان الله في عون أهل سوريا. تعليق آخر من عبد الله يقول: في بلدي كردستان العراق بعد ما يرجع الناس من صلاة العيد بيجمع كل الجيران وندق على
أبواب الجيران بابا بابا ونسلم على صاحب البيت ونبارك العيد بيننا حتى ننهي الحي كاملا، وبعدها كل واحد يذهب لوحده ويزورون الأهل والأقارب. إذن عادات اجتماعية مختلفة من أكثر من بلد. حمامة السلام يقول: في بنغازي بليبيا في الصباح الباكر صلاة العيد، ثم نضع في غرفة الجلوس خاصة الرجال طاولة عليها حلويات مثل المقروض، لا أعرف ما هو المقروض، ربما أحمد سيساعدني في ذلك، الغريبة والكعك وأشياء كثيرة مثل الشوكولاتة والبسكويت، وكله من صنع ربة البيت. ثم بعد صلاة العصر زيارة الأقارب والذهاب إلى حدائق الحيوانات. تعليق آخر من نادر يقول: أبرز ما عندنا في العيد في السودان الطيبة والكرم والجود وتبادل الأفراح والابتسامات، وإن شاء الله دلكون مبتسمين على طول. أحمد فوزي يقول: بنام وأقوم وأنام وأقوم لحد ما النوم بيزهق مني، يعني عيد النوم تقريبا. منشوف التعليقات على تويتر: أحرص على الدعاء لإخواننا في سوريا وفلسطين وبورما والعراق. حبيب الناصر يقول: قل للشامتين أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا عيدوا، ويا من قتلتم العيد في العراق. تعليق آخر يقول: نلملم جراحنا ونتذكر الراحلين ونحلم بتحرير البلاد والعباد من فراعنة العصر، زيارة الأهل ومعايدتهم ما استطعت. نشكركم جزيلا على كل هذه التعليقات، ونعود إليك أحمد. شكرا بدر، هتطل علينا تاني في هذه الحلقة إن شاء الله. كل عام وانت بخير، منتظرك. طبعا كانت هذه تعليقات. نشكر كل من شارك من المغرب وليبيا وسوريا وكردستان العراق والسودان ومصر، كل عام وأنتم جميعا بخير، ينعاد عليكم. وأعود إلى ضيوفي دكتور خالد. قبل في رمضان تعودنا على عادات غذائية معينة لامتناع طوال النهار عن الطعام والشراب، يأتي العيد أعتقد نحتاج إلى يعني بعد رمضان العودة إلى الطبيعة الغذائية أو النظام الغذائي اليومي الذي كنا نعتاد عليه، فهل يحتاج ذلك إلى تنظيم معين أو إلى وقت؟ أوكي. وفي البداية لازم أن نكون متخيلين تماما أن الجهاز الهضمي خلال فترة رمضان بيبقى متوقف طول فترة اليوم، يعني طول اليوم ما بيبقاش فيه لا ماء ولا طعام بيبقى يخش الجهاز الهضمي في هذا اليوم. فلما نيجي نبدا في اول يوم العيد، دي مهمه جدا، لازم نكون حريصين ان احنا ما نبداش بكميه كبيره من الاكل في فتره النهار، فيبقى في فطار الصبح يبقى فطار صغير ماشي، ولازم ان الفطار ده يكون فيه اي حاجه من منتجات الالبان، سواء كانت جبن او البان او روب او الزبادي او اي حاجه من الحاجات دي لازم تكون في فتره الصباح. ثانيا فتره الغداء لازم تكون وجبه خفيفه، بعد كده بناخد احنا وجبه العشاء بالليل. لكن المشكله اللي بيحصل ايه؟ يعني الناس بتفطر وبعدها بساعتين تاكل تاني وبعدها الغداء وبعد الغداء بثلاث ساعات، وخصوصا لما يكونوا رايحين زيارات للاهل ياكل هنا في كل بيت لازم يقعد لازم ياكل. يعني هو في محاوله لاثبات رمضان خلص يعني بالزبط. اكل كل ساعتين يعني بالظبط كده. فهي النقطه بتحصل اللي بيجي على اخر اليوم او تاني يوم او تالت يوم، وده اللي التقارير اللي كانت حصلت من منظمه الصحه العالميه انه في اول يوم وتاني يوم العيد يكون مشاكل الجهاز الهضمي عندي في المنطقه العربيه تكون عاليه جدا، في الامرجنسي الطوارئ بيبقى في ناس عندهم مشاكل خاصه بمشكله في زياده الاسيديتي الحموضه، بيكون في مغص في منطقه البطن، بيكون في فومتنج، بيكون في مشاكل كتيرة جدا بتحصل في الجهاز الهضمي في أول يوم في العيد مع بعض الناس لما نتيجة لأنه بياخد كميات كبيرة من الأكل. دي رقم واحد. رقم اتنين المهدين من الحاجات اللي هي المهمة جدا بالنسبة للكعك والحلويات والبسكوت وكل الحاجات اللي بتاعت رمضان اللي هي الموسمية دي، احنا ما بنمنعش الناس منها، لكن احنا بنقول على حل بسيط جدا بنعمله، ان احنا بنجيب طبق فيه شرايح تفاح او شرايح جزر او شرايح خيار بنحطه جنب الحلويات دي، بحيث ان احنا قبل ما بناكل البسكوت والحلويات لازم ناخد الياف، الالياف اللي جايه من الخضروات او الفاكهه دي بتكون مفيده جدا لانها بتقلل خيار او ثلاث حاجات، الخيار او الجزر او شرايح تفاح وممكن شرايح الكمثرى ماشي، ديت اي حاجه من الحاجات الاربعه دولت ممكن احنا نستخدمها قبل تناول الحلويات قبل الحلويات والكعك والبسكوت.
حتى دايما في الفطار لما أنا لو انا هفطر كعك مع لبن الصبح ممكن اخد كعك مع لبن، بس يكون مع في جنب الفطار يكون في شرايح تفاح او شرايح جزر او شرايح خيار او شرايح كمثرى. ليه؟ لان الالياف دي بتقلل امتصاص الدهون المشبعه اللي موجوده في الكعك. الكعكه الواحده بتوصل السعرات الحراريه فيها من 250 ل 300 سعر حراري في الكعكه الواحده. لو واحد بياخد خمس كعكات يعني ممكن ياخد 1500 سعر حراري في وجبه الفطار بس. تخيل مثلا لو هو كل يوم بيفطر كعك لمده مش كل يوم ده هو على مدار اليوم كل شويه كعكتين ثلاثه لو هو مثلا يعني مثلا بعض الناس بيبقوا كايبين كميه كعك مثلا في البيت حوالي 5 كيلو 6 كيلو حاططهم في البيت لازم يخلصهم يعني بالظبط كده فبيطلع من بعد ال 5 كيلو كعك دولت يطلع منهم زايد مثلا حوالي 7 كيلو 8 كيلو فدي النقطة المهمة جدا. لكن هو ممكن ياخد كعك مفيش مشكلة، بس ياخد قبلي معاه ألياف، يعني ممكن ياخد من واحد لاثنين كعكة تقلل الأثر بالظبط، بتقلل الأثر بنسبة 50%. لأن الألياف دي بتبقى عاملة زي السبونج زي السفنج كده، بتعمل امتصاص للدهون المشبعة وخصوصا الدهون المشبعة اللي هي موجودة في الكعك. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة واللي من الحاجات اللي هي المهمة جدا، كتير من الناس بيجي في أول يوم في رمضان أول يوم في العيد بينسى يشرب مية. ليه؟ لأنه أساسا كان ما كانش بيشرب مية خلال اليوم خلال النهار بتاع رمضان، فهو الاعتياد بالظبط، فهو معتاد أنه ما بيشربش مية طول اليوم فبينسى المية، وخصوصا في أول يوم وتاني يوم. لأن لما إحنا بناخد أكل مواد غذائية لازم ناخد مية، لأن اللي بيسبق التحليل الإنزيمي للأكل داخل الجهاز الهضمي بيسبقه تحليل مائي. تحليل الماء هو جزء من عملية الهضم، فمعظم الناس بيصلايهم في أول يوم أو تاني يوم رمضان العيد بيصلاي بيزود من نسبة الأكل ويأكل بس بينسى يشرب ماء. الماء هي جزء يعني لا من ننسى الجهة. شرب الماء ضروري، وخصوصا الماء قبل الأكل قبل يعني ممكن قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء نشرب الماء. طبعا المفروض أن نذهب للشيخ ولكن حان وقت فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار، فتفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا الأعزاء. هذه إجراءات تهدف إلى تكريس السيادة اليهودية الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك من منظور سياسي. خطر واضح في أنهم يحاولون تقسيم الأقصى. المدينة تتعرض لتطهير عرقي شئنا ما بينه، على القيادة الفلسطينية أن تعلن مدينة القدس مدينة منكوبة وتتعامل معها في برنامج طوارئ فورا قبل فوات الأوان. أهلا بكم من جديد، نتعرف معكم الآن على مجموعة جديدة من تعليقات وأسئلة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بدر من جديد. أهلا بك من جديد، هناك تعليقات من مختلف البلدان بالفعل. أهلا بكم مشاهدينا، نستعرض مجموعة جديدة من التعليقات. أحمد يقول: كيف يكون العيد عيدا وتنتهك حرمة الدم هنا وهناك؟ تعليق آخر من صاحب السعادة يقول: إظهار الفرح والابتسام للناس وإكثار التكبير. لا أستغرب ذلك لأنه اسمك صاحب السعادة. محمد ربيع يقول: المقروض الجزائري وبعض الحلويات. رحاب تقول: صلاة العيد وأكل الكعك. ونقول باللبناني الكعك، الكعك في المصري. محمد مصطفى يقول: المدير ما يشوفنيش في الشغل وأنا نايم، وإن شاء الله أنه مش رح يشوفك. تعليق آخر من رجاء يقول: قهوة الصباح وأخيرا، كل عام وأنتم بألف خير وأنت بخير أو أنت بخير يا رجاء. بلبل يقول: الصلاة وتبادل الزيارات أيضا. تعليق آخر يقول: أخذ العيدية، طبعا العيدية أهم شيء. تعليق من عبد الله يقول: بعد صلاة العيد صلة الرحم أهم حاجة. تعليق آخر من قضيه في المطبخ، الله يعينكم. تعليق أيضا من أحمد الشامي يقول: كيف يكون العيد؟ أخذنا هذا التعليق. ننتقل إلى التعليقات عبر تويتر. عائشة العباسي تقول: عيدكم مبارك سعيد، كل سنة وأنتم
في ازدهار ورقي. يوم العيد نقضيه في استقبال الأهل والأحباب، يأتون لتهنئتنا أو نقوم نحن بزيارتهم للتهنئة. ينعاد عليك يا عائشة. تعليق آخر من أحمد يقول نقضيه من مكان إلى مكان. تعليق آخر من حسين يقول زيارة الأحباب. نشكركم جزيلا على كل هذه التعليقات، ونعود إليك أحمد. ما قلت لي شو المقروض؟ لك المقروض اللي هو سميد بالتمر. اها. ومنتشر في دول المغرب العربي بشكل عام، قريب للمعمول. وعلى فكره يعني عندنا كلنا بس باسماء مختلفه. اسماء مختلفه. كل سنه طيبه يا بدر. شكرا جزيلا. طبعا احنا بحثنا عن المقروض في الفاصل مع بعض. شيخ محمد مكي، في العيد ورمضان بشكل عام هو يمثل ويجسد مسألة التكافل الاجتماعي بين المسلمين وما بين الأغنياء والفقراء في زكاة الفطر، في مسألة الإفطار الصائمين. بالتأكيد الفقراء نصيب طيب في رمضان وفي العيد. نجهز لهم حاجة نقولها لهم؟ نعم، وقفت على كلمات لشاعر للأسف لم أعرف اسمه. يعني هو يحض المسلمين على يعني أول أمر أن لا ينسى المسلم المحراب، يعني وهذه يعني مشكلة للأسف يعني في كل عام نرى المسلمين ما شاء الله مقبلين على المساجد في أول رمضان، ثم إذا انتصف رمضان تراجعت الأعداد. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم شأنه إذا دخل العشر الأخير جد وشد المئزر وأيقظ أهله. فالشاهد يعني فيعني هو الشاعر يذكر المسلمين، يذكرهم بالمحراب ويذكرهم بإخوانهم الفقراء أيضا ويذكرهم بأمور. فيعني خلينا نسمعه. طيب نشوف بيقول ايه. يعود العيد يا أحباب سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب. يعود العيد يا أحباب سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب. يعود الحب للقلب وهل أحلى من الحب، فنهنى بالجنى العذبي وندعو الله يا تواب. نرى الفقراء قد ناموا وفي الأكباد آلاموا، وقبل الصوم قد صاموا، وأنت الرازق الوهاب. فكبر يا أخا الإسلام فهذا أسعد الأيام، وهيا نمسح الآلام ونسخ الخير بالأكوام. أيا عيد متى النصر، متى حطين أو بدر؟ أيا عيد متى النصر، متى حطين أو بدر؟ ترى هل يشرق الفجر ونفرح فرحة الأصحاب. يعود العيد يا أحباب سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب. ما شاء الله، الله يفتح عليك يا شيخ محمد. كلام جميل طبعا وأداء رائع. دكتور خالد، في الختام نريد أن نستثمر رمضان والتعود على الصيام فيما بعد. هل الصيام بعد رمضان اثنين وخميس مثلا أو ست من شوال
الصيام بشكل عام على غير في أيام متقطعة لأي مدى هو مفيد وضروري للجسم، وهل بالفعل يكون بعد رمضان الجسم متأهب للاعتياد على ذلك؟ بالظبط، هو بعد فترة الصيام رمضان بيكون الجسم اوريدي الميتابوليزم بتاع الجسم اللي هو معدلات الايد التمثيل الغذائي للمواد الغذائية بيكون اوريدي الجسم تكيف على ان الميتابوليزم بتاع الشخص يكون متأكتف بشكل عالي، ولكن مع نسبة قليلة من الدهون المشبعة. بس بعد فترة رمضان بيكون الجسم عنده قابلية انه يصوم تاني، والصيام بيكون مفيد جدا، وخصوصا يوم الاثنين والخميس اوكي مرة او مرتين في الاسبوع بيكون مفيد جدا، زاد ان الجسم بيكون عنده قابلية لانه يتأقلم مع الصيام ده، بعكس شخص تاني ما بيصومش خالص وفجأة يصوم يوم بيحس بجوع، بيحس بألم، بيحس بدوخة، بيحس بصداع، كل الأعراض ديت الأشخاص اللي هم خرجوا من رمضان لما يجي يرجع يصوم ما بيحسش بالأعراض دي، بيبقى الموضوع جسمه متعود عليها اوريدي. ثانيا في حاجة مهمة جدا، ان أثناء فترة الصيام لما بيجي فترة الفطار المفروض ان الفطار يكون فيه نسبة الدهون قليلة ونزود من نسبة الخضروات، كل ما الناس زود من نسبة الخضروات كل انا ما بقلل من الأضرار اللي موجودة في الأكل بتاعنا، يعني ممكن نستمتع بأكلنا عادي بس نكون حريصين ان احنا الأكل بتاعنا يكون أكل متوازن، بمعنى ان انا ما اخدش صنف واحد، يعني مثلا بشوف بعض الناس بيقول انا باكل طبق كعكة او طبق بسكوت واقعد قدام التلفزيون اكله، طبعا ده خطأ لان هو مركز بس على مجموعة خاصة بالدهون ومجموعة الكربوهيدرات بس فقط، لكن البروتين قليل في المكون ده، الفيتامين قليلة، الأملاح المعدنية تكون قليلة، كل ده هو بيخسره، فطبعا ده بينعكس على طبيعه جسمه، تبص تلاقيه بعد ما ياكل الكعك هو يفكر ان هو هيشبع، لكن هو مش هيشبع، هيشبع شبع مؤقت بعد ساعه ساعتين يحس بالجوع، ولذلك نلاقي الناس دايما في فتره في نهار الاول يوم ثاني يوم العيد حاسين دايما بجوع مستمر رغم ان هو بياكل، لكن هو حاسس بالجوع. ليه حاسس بالجوع؟ لان هو مركز على الحاجات اللي بياكل خطأ بالظبط كده، لان هو ما بياخدش اكل متوازن، فلما ما بياخدش اكل متوازن تبص تلاقي طول اليوم اول يوم ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد بالرغم ان هو كان بيبقى صايم ما بيحسش بالجوع، لكن في اول يوم وثاني يوم العيد بحاسس بالجوع. ليه؟ لان اكله غير متوازن. الاكل المتوازن لازم يكون بيحتوي على خمس مجموعات غذائيه لازم ناخدهم خلال اليوم كله، مجموعه الالبان، مجموعه الدهون، مجموعه الكربوهيدرات، مجموعه الفاكهه الخضروات، ودي بتكون مهمه جدا ان لازم تكون متناسقه خلال اليوم كله. شكرا دكتور خالد، كل عام وانت بخير. طبعا نختم مع شيخ محمد مكي بابتهال اخير، يا ريت يكون عن الفرحه في الاسره للاطفال لو في، يعني او لك طبعا اللي انت محضره هو له الاولويه. طيب في يعني كلمات قديمه، وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى، يعني هي تذكير بحال ربنا عز وجل بالمسلمين. وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل، وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل، وها أنا محتاج فلا تكن قاطعا حبال رجائي منك يا خير وصلي، فإنك أولى بالمكارم منهم وأجدر بالإحسان من كل باذل، فحاشا ظنون أن ترد بخيبات وفي بابك المأمول حطت رواحلي، فإن كان في العمر انفساح فعافيني من السقم وارحم يا رحيم تناحلي، وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل، وإن تكن قد حانت وفاتي فآويني بدان نعيم عزها غير زائلي، وثبت على التوحيد قلبي ومناني بخاتمات الإيمان من غير فاصل.
شكرا جزيلا شيخ محمد مكي. بهذا تنتهي حلقة اليوم من نافذة عيدكم مبارك. نشكر ضيفينا في الاستوديو الشيخ المبتهل محمد مكي إمام مسجد قطارة بالدوحة، والدكتور خالد المقدم اختصاصي التغذية وعلوم الأطعمة. كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، ونتمنى لكم أياما سعيدة، عيدكم مبارك، ونعاد عليكم بكل خير وصحة وسعادة، وإلى اللقاء.